رسالة الإمام لم يكن مجرد عمل درامي ديني يسرد حياة الإمام الشافعي، حتى لو كانت ال6 سنوات الأخيرة اللي في مصر، ولكن كان يحتوي على رسائل مهمة. ما كيف هو ده قرأت هذه الرسائل؟ اختيار اساسا انك تعمل الامام الشافعي في اللحظه دي، في اللحظه ان احنا بنحتاج لرساله فيها تسامح. وانا دايما اقول انا ضد فكره تقول ايه مفهوم صحيح للاسلام، هو مفهوم ده مفهوم الاسلام الحقيقي، لكن الباقي اللي هو يطلعك ارهابي ويطلعك ان انت لازم تاخد حقك بالدم، وهو كل ده مش حقيقه الاسلام. الشافعي كان رسائله كلها فيها عمق الاسلام وسماحة الإسلام اللي هي استمدها أيضا، كلنا عارفين إن هو في العراق قال له فتاوى. مصر لأنها بطبعها متسامحة ومرنة وتحتوي كل شيء، خلت الرسائل حتى اللي بيقولها الشافعي اللي هو المذهب الرئيسي في مصر، نعم كويس، هي رسائل فيها كلها مرونة الإسلام، عمق الإسلام موجود في الرسائل دي، واحنا محتاجينها. العلاقة مع الأقباط اتعملت بشكل جيد جدا من غير ما تبقى يعني فيها تعسف.